خلينا نستقبل ضيفنا عبر سكايب دكتور عبد التواب بركات، مستشار سابق في وزارة التموين والتجارة المصرية. أهلا بك دكتور. دكتور أسامة والسادة المشاهدين. دكتور أنا الحقيقة محتاج أعرف من حضرتك حاجة، في حرب في روسيا وأوكرانيا، إحنا أكبر مستورد للقمح في العالم، ليه الأسعار بترتفع عندنا في خلال أيام مع إن المسؤولين قالوا إن إحنا عندنا مخزون استراتيجي 9 شهور؟ دي معضلة كبيرة جدا، يعني رغيف العيش هو مسمار البيت زي ما بيقول، هو يعني هو مصدر السعرات الحرارية للمواطن المصري دلوقتي بعد ما عادش يلاقي الغموس، هو مصدر البروتين الأساسي بعد ما عادش الدواجن ولا البيض بقت في يعني في متناول ايد رب الأسرة المتوسط الحال او الفقير طبعا. لكن ليه رغيف العيش بس بيزيد في مصر بمعدل اعلى من اي دولة في العالم؟ طبعا لان مصر اصبحت المستورد الاول في العالم للقمح اللي هو بيستخدم في صناعة الخبز، وانا بقول ان ده السبب الرئيسي في مش الحرب اللي بين روسيا واوكرانيا بقدر ما هي خطة الاكتفاء الذاتي من القمح اللي كان مخطط لها في 2013 يكون عمرها 4 سنوات ونكون اكتفينا من هذا الصداع وهذا ومن وجع القلب ده للأسف الشديد أهدره عبد الفتاح السيسي في 2013 بالانقلاب العسكري. ما أقدرش يعني أنسى تجربة اكتفاء ذاتي من القمح في سنة واحدة الإنتاج بيزيد 30%، وبعد كده يجي وزير تموين اسمه خالد حنفي يقول ان مصر لا تفكر في الاكتفاء الذاتي من القمح وليس من مصلحتها انها تكتفي ذاتيا من القمح، وشالوا كل الدعم عن الفلاح المصري بالتقاوي وبالاسمده، وطلع منشط الاهرام الزراعي المملوك للدوله يقول ان القمح المصري في ذمه الله، وتكون النتيجه فعلا هو ما نعيشه الان المواطن الغلبان اللي ما بيطلبش من الحكومه ما بيطلبش من الدوله الا لقمه عيش، يعني أصبحت الدولة عاجزة إنها توفر له رغيف العيش وده مأساة بتوجع القلب. طيب المسؤولين يا دكتور كانوا بيقولوا إن إحنا عندنا مخزون استراتيجي 9 شهور، مش المنطقي برضو إن إحنا ما نبدأش نتكلم عن إن في أزمة أو نرفع أسعار إلا مثلا قبل ما المخزون ده يخلص بكام شهر، يعني ب3-4 شهور؟ يعني إحنا ليه من دلوقتي بدأنا نواجه أزمة حقيقية؟ ده سؤال مهم يا دكتور أسامة. إذا كان فعلا أولا سعة تخزين القمح في مصر لا تزيد عن 3.4 مليون طن، أنا بتكلم على القمح التمويني بتاع الرغيف اللي هو بشيلن، سعة الصوامع في مصر بتشيل 3 لو هي يعني كاملة فول كباسيتي زي ما بيقول، لو هي مليانة يبقى عندنا 3.4 مليون طن، دول يكفونا 4 شهور، لان احنا بنطحن من 700,000 ل 800,000 طن في الشهر. ضيف على ذلك انه في نص شهر 4 اللي جاي هيكون الموسم الجديد جاي، برضك بنستلم من الفلاح المصري 3,600,000 طن، ده في افضل حالاتنا، اتمنى ان نوصل لهذا الرقم هذا العام ايضا. وبالتالي انا اظن ان احنا ما عندناش مشكله لحد شهر 7 أو 8 اللي جاي. طيب اذا كان القمح موجود في مصر فعلا زي ما حضرتك بتقول، ليه خليت الرغيف السياحي الناس اللي انت حذفتهم عشوائيا من منظومه دعم الخبز كان بيجيب الرغيف ب 50 قرش، الرغيف زاد ليه 75 قرش؟ الرغيف ابو جنيه ليه بقى 150 قرش؟ إلا لأنه ما فيش قمح على الأقل عند المطاحن القطاع الخاص اللي هي بتنتج رغيف العيش السياحي، ده طبعا تخلي من الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطن البسيط اللي انت حذفته عشوائيا من منظومة الخبز ولا توفر له لقمة العيش الكريمة. طيب دكتور أنت كنت جزء من الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، عملت مع الوزير باسم عودة، أحد المتصلين أبو كريم يقول أن النظام الحالي ملوش يد فيها، دي مشكلة بقى لها سنين، هل كنتوا بتتعاملوا أثناء فترة حكم الرئيس مرسي بنفس الطريقة أن أنتوا ملكوش إيد في الأزمة وبالتالي خلاص دي ظروف خارجة عن إرادتكم، ولا كان التعامل مختلف؟
بالعكس، يعني الدكتور محمد مرسي كان أول أولوياته رغيف العيش، والدكتور باسم عوده لما جه وزارة التموين أيضا كان أول أولوياته رغيف العيش. كان في خطة للاكتفاء الذاتي من القمح، قلت لحضرتك مدتها 4 سنوات، في السنة الأولى حققنا 30% منها. الحاجة الثانية، الدكتور باسم عوده في موسم القمح 2013 يعني خفض استيراد القمح لأول سنة منذ في عهد مبارك كله 30 سنة، لأول مرة مصر بتستورد أقل كمية قمح، ولم تدخل مصر حبة قمح مستوردة واحدة من يناير 2013 إلى منتصف لحد الانقلاب في شهر 7 2000 وفي شهر 7 2013. فكان في جدية فعلا في الاكتفاء الذاتي من القمح، وشفنا أول رئيس مصري يروح يخص الفلاحين في موسم حصاد القمح في النوبارية. أيضا منظومة الصوامع في مصر، الدكتور باسم عودة كانت من أهم أولوياته أنه ينشئ سلسلة صوامع في مصر تستوعب القمح المصري بحيث تظل جودته هي الأعلى طول فترة التخزين. النظام دلوقتي بيقول أنه الزيادة السكانية، الرقعة، محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المية. طب ما المملكة العربية السعودية لما قررت انها تكتفي ذاتيا من القمح اكتفت، ما عندهاش حباية، ما عندهاش يعني امطار ولا انهار. الصين والهند اعلى معدل زيادة سكانية في العالم، عندها اكتفاء ذاتي من القمح. وبالتالي لا، انا شايف انه النظام ليس لديه ارادة، يعني وزير التموين في عهد الانقلاب لما يقول ليس من مصلحة مصر أنها تكتفي ذاتيا من القمح، خلاص لما يقولوا القمح في ذمة الله خلاص ما فيش طب إرادة هو الحقيقة كان سياسية. ليه تصريح تاني الأسبوع اللي فات دكتور عالم صلحي وزير التموين، قال إن فكرة خلط القمح مع الشعير في إنتاج رغيف الخبز تم تجربها، مضيفا أنه عندما يتم خلط الشعير مع القمح بنسبة 10-15% تكون خصائص الخبز ممتازة. يعني هل ده اختراع جديد في موضوع رغيف الخبز في مصر؟ ايه مدى اهميته؟ ايه مدى تاثيره؟ ما رايك فيما قال وزير التموين؟ طبعا من الناحيه الصحيه والعلميه القيمه الغذائيه للشعير افضل من القمح، واذا كان فعلا النظام بيفكر ان هو يكون عنده وفره من الشعير مش هيستورد الشعير ويدخله في القمح يا اهلا وسهلا، لكن المشكله انهم بيفكروا في اضافه دقيق الذره، ودي بتعمل كارثه لرغيف العيش ولصحه المصريين. وبالتالي أنا بقول لو في شعير في مصر ممتاز إن هو يضاف إلى رغيف العيش البلدي، وفعلا الطعم بيبقى أفضل والجودة بتكون أفضل والقيمة الغذائية بتكون أفضل بنسبة 10% 20% 30%. لكن أتمنى من النظام إن هو ما يفكرش يرجع دقيق الذرة تاني لرغيف العيش، ولما هيجي يحسب التكلفة الآن في المرحلة اللي احنا فيها هيلاقي تكلفة رغيف القمح اللي هو 100% قمح او في 20% شعير، هي بالمناسبه هي نفس القيمه، هي نفس التكلفه الاقتصاديه، لكن المهم هو توفير رغيف العيش سواء من 100% قمح او 80% قمح و20% شعير، ما فيش مشكله في هذه النقطه. لكن انا اخشى ان النظام يقلل حصه المواطن الغلبان اللي كان بياخد خمس، ما كان بياخد اللي هو عايزه من الفرن في عهد الدكتور محمد مرسي، تم تصغير الحصه لخمس رغيفه بس، وبعد كده بقى في حذف عشوائي من منظومه دعم الخبز وايضا دعم السلع التموينيه، بقى في حرمان من المواليد الجدد انهم ياخدوا رغيف العيش المدعم والسلع التموينيه المدعمه. اتمنى انه، وبالمناسبه الموازنه العامه للدوله السنه دي طالعه بتقول ان المواطن المصري ممكن انه يستغنى عن 25% من حصه الخبز التي تصرف له، يعني اتوقع ان النظام يخفض الخمس رغيفه بتوع المواطن الى 4 رغيفه. في هذه الاثناء اللي احنا في هذه الفتره اللي احنا فيها والبطاله بتزيد والمعاناه من كورونا بتزيد وداخلين على شهر رمضان، انا بشوف انه ده بيضر العداله الاجتماعيه والاستقرار المجتمعي وحتى استقرار النظام نفسه، لانه المساس دلوقتي برغيف العيش اللي هو اصبح الخط الاحمر الاخير قدام المواطن المعذور، يعني انا الله يكون في عون
رب الاسره اللي عنده 3 اطفال واربع اطفال وخمس اطفال عشان يروح يفطرهم بس يعني بنتكلم فيه 20 25 جنيه، وكمان النظام مش رحمه وبيمهد للحذف العشوائي، وقبل كده خفض حجم الرغيف وبعدين بيجي يقول ال 20 رغيف بسجاره، وهو ده الفشل في اداره دولاب الاقتصاد المصري اللي هو حط كل استثماراته وكل تفكيره وكل دماغه بس ان هو يمد الاسفلت في الصحراء ويهدم بيوت الفلاحين ويعمل كباري على الرقعه الزراعيه بالمناسبه، يعني اللي بيستهلكه الحكومه دلوقتي من الارض الزراعيه في رصف الطرق واقامه الكباري يمكن 10 اضعاف ما اللي الفلاح المصري كان بيبني عليه بيت 100 متر او 120 متر. انا شايف النظام ليس عنده الإرادة السياسية الآن إن هو يكتفي ذاتيا من القمح، وبالمناسبة ده ممكن تحقيقه في مصر في ظرف 3 أو 4 سنوات، بس يكون في إرادة سياسية، يكون في أولويات، يحافظ على حصة مصر المائية، يطبق الدورة الزراعية. أنا مش عارف هو دلوقتي ليه بيحارب زراعة الأرز، مع إن الأرز دلوقتي هو البديل المناسب حتى قبل الشعير، هو البديل المناسب لرغيف العيش. إذا كنت أنا رب أسرة مش قادر أشتري العيش، بس في عندي طبق رز خلاص، العيش او الرز، وده بالمناسبه ممكن توفيره محليا، انت ليه بتحارب الفلاح المصري انه يزرع الارز الا فعلا من اجل يعني سحق المواطن، افقار الفلاح، افقار تجويع الشعب؟ مش شايف لها تفسير غير هو ده يا دكتور اسامه. اذا طيب. كنت عندك فرصه دلوقتي انت تزود مساحه الرز، ليه ما بتتخليش الفلاح يزود المساحة إلى 1,800,000 فدان وتعمل دورة زراعية وتشيل يعني الصداع، من لأنه ما فيش فرصة دلوقتي أن أنت تزود مساحة القمح لأنه بتزرع في شهر 10 الجاي. وبالمناسبة الأزمة بتاع أوكرانيا دي حتى لو اتحلت السنة دي مش هيبان أثرها أنه يرجع فيه وفرة في القمح تاني إلا في منتصف 2023. بقول للنظام ارجع لرشدك، زود مساحة الرز، ازرع ذرة كتير علشان الزيت، ازرع قطن عشان الزيت، ما تحاربش الناس انها تزرع الارز عشان يكون بديل للاسره المصريه في غياب الخبز. طيب ابقى معي دكتور، بس في رساله قبل ما اعود للمتصلين من استاذه ابتسام تقول: اذا كنت لا توفر للمصري الغذاء او العلاج والتعليم فعلى الاقل اعطيه كرامه وحريه، الطائرات الرئاسيه وبيع المصانع واصول الدوله، ولا يوجد تطوير لخلق فرص عمل وزياده التنميه، من الاخر مش قد الشيله ما تشيلش. تقول: من خلال حواراتي في السوق أكد البائعين أن زيادة الضريبة على سيارات النقل هو من أسباب زيادة أسعار السلع، وأنهم استغلوا ظروف الحرب لزيادة الضريبة في الزحمة. يعني ما رأيك دكتور، هل هذا السيناريو هو ما تم بالفعل في مصر؟ نعم، هو تحليل دقيق بنسبة 100%. تحليل دقيق من مواطنة مصرية واعية وفاهمة. الحرب ليس لها تأثير مطلقا على أزمة العيش اللي موجودة في مصر، وهي أزمة غير مبررة. إذا أنت أهدرت تجربة للاكتفاء الذاتي من القمح فأنت المسؤول. إذا أنت بتهدر طاقات وثروات المصريين في طرق وكباري وأصول رئاسية وطائرات رئاسية، ودلوقتي 2 مليار دولار في طائرات حربية وأنت بتقول ما عنديش عدو، يبقى أنت بتهدر فرص للاكتفاء الذاتي من القمح. إذا أنت بتنزع ملكي، فين مشروع ال 4 مليون فدان اللي انت صدعتنا به، او المليون ونص فدان ليس له اي ثمره؟ فين مشروع الصوب الزراعيه اللي انت اديتها للجيش ليس له اي ثمره؟ فين مشروع حتى المليون ونص فدان اللي في غرب المنيا والساحل الشمالي والدلتا الجديده؟ ليس الا كلام فقط. يعني هذا التحليل بالفعل، الحرب ليس لها تأثير على أزمة الخبز الموجودة، الأولويات الاستثمار الزراعي صفر. نعم. مش موجودة في خريطة النظام، هو بس مشغول بالطرق والكباري والأسفلت والأصول الرئاسية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على الرقعة الزراعية علشان يبيع مساكن للجيش. ويارتها مجتمعات عمرانية بالمفهوم اللي احنا فاهمينه على المجتمعات العمرانية، مجرد امتدادات عمرانية، ما فيش حد يروح هناك ولا يعيش هناك
إلا فئة معينة، لن ينقل هناك مؤسسات أو ما شابه. دكتور، النظام نجح في تخزين القمح، دخل مناقصات للقمح، عندنا مخزون 9 شهور ودي فترة كبيرة في ظروف زي اللي احنا عايشينها، وبالتالي لا يوجد سوء إدارة أو ما شابه. تعليقك. يعني ليه رغيف العيش من يزيد من جنيه لجنيه ونص؟ ليه وزن الرغيف انخفض من 130 جرام إلى 90 جرام بنسبة انخفاض 35%؟ ليه بتمهد لرفع سعر الرغيف وفعلا في معدلات زيادة في البطالة والفقر وفق يعني إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟ إذا كان في إدارة جيدة، ليه خلال 8 سنوات وأنت بتقول عند مشروع 4 مليون فدان لم تكتفي ذاتيا من السلع الأساسية حتى الآن؟ بالعكس، ده احنا أصبحنا المستورد الأكبر للقمح في العالم. ليه إذا كان في إدارة سياسية جيدة تخلي 90% من القمح بتاعك بيجي بس من روسيا ومن أوكرانيا؟ ليه تشتري القمح من دولتين اتنين بس، ولما قامت الحرب بينهم عملت مناقصتين اتنين وفشلت ان انت تشتري القمح اللي انت محتاجه علشان السعر زاد من 255 دولار الى 500 دولار؟ ده معيار ومؤشر على فشل الإدارة، مش وجود إدارة اصلا. يعني ليه حتى الان خلال 8 سنوات وانت المستورد الاول للقمح في العالم ومن نقطة واحدة من بلدين اتنين، روسيا واوكرانيا؟ بالعكس، ده انا شايف ان هو يعني ما فيش إدارة اصلا. يعني الحاجة الثانية، انت وعدتنا يا سيدي انه اصبروا معايا سنتين، اصبروا معايا 6 شهور، ما فيش زيادة من الاسعار حتى لو مش عارف اتحرك الدولار، يعني مش دي إدارة برضه؟ طيب انا يعني هرجع لاحمد تاني دكتور واختم معاك النقاش، لكن احمد ايه رايك في اللي قاله دكتور عبد التواب؟ طيب مساء الخير يا دكتور. الاول حضرتك يا دكتور قلت ان في مناقصتين اتلغوا، مصر لغيها بمزاجهم. لا، مصر لغتها بمزاجها، يعني لاننا مش مضطرين ليهم، لما لقى الاسعار رفعت فلغت المناقصه. بالنسبه لحضرتك الكلام، لما حضرتك ليه اخذت من روسيا واوكرانيا؟ لانهم بمنتهى البساطه ارخص اسعار، ارخص اسعار موجودين في العالم. ما اي بلد تانية، فرنسا كحد عايزه تبيع لك ب 350 في سبيل ان انت ممكن تاخد من روسيا واوكرانيا ب 200 ل 250، اكيد مليون في المية لوجيكال هتروح لروسيا واوكرانيا، مش هتروح خالص للبلاد الاوروبيه. بالنسبه للخطط اللي هو عملها، هو بيعمل خطه، الدوله بتعمل خطه، وخطه زي ما حضرتك قلت 4 مليون فدان عارفين نوصل لهم، اكيد مفيش حاجه بتحصل في اللي هو في لحظه. في اراضي احنا بيزرع في اراضي صحراويه، في تعدي على الاراضي الزراعيه في مصر، كلنا عارفين الكلام ده، في حاجات كتيرة لازم تتظبط في مصر. أما بالنسبة اللي هو ليه بيستورد قمح من الأول، دي ورثة يا فندم، هو وارث البلد بتستورد قمح، وارث النقطة الزراعية عندنا قليلة جدا في سبيل إن العدد بيزيد بطريقة غير عادية، هو ورثها كده، السيسي ورثها كده. أنا آسف لحضرتك لما أقولك أنا من مؤيدين السيسي لأني معجب بالطريقة بتاعته، وعارف إن ممكن حضرتك تزعل من الحوار ده، لكن دي حقيقة أنا شايفها. أنا معترض مع السيسي في حاجة واحدة بس. شكرا جزيلا. ألو؟ احمد من مصر. دكتور عبد التواب لك تعليق اخير. نعم، شكرا يا استاذ احمد. يا استاذ احمد، النظام في مصر بيشتري القمح من روسيا ومن اوكرانيا علشان الارخص فعلا، لانه بيحتوي على الارجوت اللي هذه الدول بتمنع تغذيه الحيوانات عليه، وبنشتريه احنا مش ب 250 دولار، ده ب 400 دولار وما عدناش عارفين نشتريه. ما فيش حاجة اسمها بيلغي المناقصة بمزاجه، هو عمل ليه مناقصة إلا إذا كان عنده عجز، وبقول لحضرتك أصبح المستورد الأول للقمح في العالم. السيسي خفض مساحة القمح من 2013 من 3.6 مليون فدان إلى 2.5 مليون فدان في 2014 و2015. إحنا ليه مش عارف؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور عبد التواب. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد التواب بركات، مستشار السابق في وزارة التموين والتجارة المصرية.